هل الوليد بن طلال يمتلك عربية مرصعة بالألماس؟ يا ترى مهما وصل أثرياء العالم من فلوس ممكن يبقى عندهم عربية كاملة من الألماس؟ الحقيقة في أغنياء فعلا عندهم عربيات من الألماس، والمفاجأة بقى إنه واحد من الأغنياء دول هو الملياردير العربي الوحيد، وهو الوليد بن طلال. المعروف عنه إنه بيحب يشتري الحاجات الغالية والمعروف بمظاهر البذخ والطرف، والمميز عنده امتلاكه لأهم القصور والعربيات والطيارات في العالم وبثروته اللي بتتعدى 20 مليار دولار. وعشان كده قرر إنه المرة دي تكون عنده عربية مرصعة بالألماس. لكن الغريب بقى إنه نادر أما بيستخدمها في تحركاته سواء برا أو جوه السعودية، لكنها في كل مرة بتظهر في السعودية كانت بتثير الجدل، جواها حاجات محدش يتخيلها ولا بكلمات ولا نقدر نوصفها. العربية دي بقى يا سيدي من نوع مرسيدس ومرصعة بالألماس، حتى حواف العجل بتاعتها والمقابض بتاعتها مصنوعة بالألماس، ولك أن تتخيل سعرها اللي هو حوالي 5 مليون دولار. العربية دي عملتها مرسيدس سنة 2007 احتفالا بذكرى تأسيسها بدبي، واشتراها الوليد بن طلال لأنه بيحب شراء الحاجات المميزة، وتصنفت انها من اغلى العربيات في العالم. ولو انت مفكر ان دي العربيه الوحيده للوليد بن طلال المثيره للجدل، فخلينا اقولك انه عنده حوالي يجي 38 عربيه وكلهم من الماركات الغاليه. عندك مثلا انه بيمتلك عربيه من نوع رولز رويس فانتوم اللي بتعتبر من افخم العربيات في العالم، المعروفه بكونها النسخه الاعلى من عربيات مرسيدس الفخمه للي عندهم ثروات كبيره هم بس اللي بيشتروها. ورولز رويس بتبدأ أسعارها من 1,125,000 ريال سعودي. كمان بيمتلك الوليد بن طلال عربية فيراري اللي ما تصنعش منها غير 500 نسخة بس، وده يثبت ان الوليد بن طلال بيدور دايما على العربيات النادرة والمميزة. ومن ضمن مجموعة عربيات الوليد بن طلال التانية SUV هامر H1 اللي بتعتبر قوية جدا وبتدي كده هيبة وقار. وبالمناسبة الأمير وليد بن طلال اتولد في الرياض سنة 1955، وهو الابن الثاني للأمير طلال ابن عبد العزيز، وجده لأبوه هو الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وجده لأمه هو رياض الصلح رئيس أول حكومة استقلالية في لبنان. الوليد بن طلال هو رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة المملكة القبض، وبيعتبر واحد من أغنى الرجال في العالم بثروة مالية حوالي 20 مليار دولار. ومع أن السعودية غنية بالبترول والغاز، إلا أن الأمير حط بصمته في العقارات والبناء، ودخل الوليد بن طلال في استثمارات كبيرة زي الفنادق، واستحوذ على ملكية أشهر الفنادق حوالين العالم زي فندق جورج الخامس في باريس أو فندق سافوي في لندن. وللوليد بن طلال استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا كمان، فعنده أسهم في شركة تويتر ومايكروسوفت وروتانا للإنتاج. لكن امتلاك الوليد بن طلال للعربيات الفخمة زي العربيات اللي بالألماس ده مخليه مصنف أهم ملياردير سعودي في الوطن العربي. ما تنسوش تقولوا لنا تعليقاتكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير للفيديو. كانت معكم سالي حمدي.